بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنو لينكس، معكم عبد المجيب. يا ولد يا عاقل انت. اليوم بكلمكم عن الأداة اللي تجي مع لينكس منت، اللي هي طبعا اسمها بالنظام ديسكس، ولكن حقيقة هي أداة جنوم، تمام، اللي اسمها جنوم يوتيليتي، ما ادري ديسك يوتيليتي، جنوم ديسك يوتيليتي. اوكي، الأداة هذه الغرض منها طبعا هي مرفقة مع النظام، الغرض منها هو التحكم بالأقراص أيا كان نوعها، سواء خارجية أو داخلية أو ذواكر أو أيا كان. طبعا أنا حطيت عندي ذاكرة، الذاكرة الآن عليها ما أدري نظام لايف، أنتم شايفين هذا اسمه نظام تيلز، تمام. الجدير بالذكر إنه راح نطقطق اليوم على هذه شو اسمه الذاكرة، نشوف كيف نقدر نتحكم بها. طبعا البرنامج موجود على الواجهتين السينمين والماتين، ما الواجهة ما بتفرق، العلاج تسوي تكتب ديسك بس، تمام، راح يجيك ديسكس هنا نفتحه. طبعا هذا البرنامج ممكن تتحكم باي ذاكره موصله من هنا، اوكي. فعندك هذا القرص الصلب، ماشي، اي اداه تخزين بيطلع لك القرص الصلب ممكن تتحكم به على راحتك، شرط يكون الجزء اللي حابب تتحكم به غير موصل بالنظام الان، تمام. ايش اقصد بالكلام هذا؟ اقصد اني حاليا انا ما اقدر اسوي شيء بالقرص الصلب لانه كله مشغول، هذا موصل على الفايل سيستم اللي هو الروت، وهذا موصل على الهوم اعتقد، لا هذا مو غير موصل، ايه خلنا نفتح الطرفين نشوف. طبعا من الادوات اللي تساعدك في التقسيم والحركات الحلوه هذه اداه اللي هي الاس بلوك هذه، اوكي، هذه تعلمك وين موصله الاشياء. طبعا جميل اللي هو الاس دي اي 2 ما مشغول فاضي، اوكي، لكنه 1 كيلو، هذا اكستندد بارتيشن، ما انتبهت راي. طيب كيف نقدر ان نتعامل مع القرص الموصل؟ اوكي، اذا كنت متاكد انه انت قرصك هذا تبي تستخدمه راح اعلمك الطريقه، اذا انت مو متاكد ترى انا غير مسؤول عنك، اوكي. اوكي طبعا احنا عندنا المنطقه هذه حقت السواب، السواب انا محتاجه حاليا، هل في طريقه لايقاف السواب من هنا ولا لازم طرفيه؟ طيب طبعا طريقه ايقاف السواب برضو تعلم، هذه حلوه جديده، تمام، انك تكتب سودو سواب اوف، ثم تحط اللي هو اسم القرص اللي عليه السواب اللي هو ديف اس دي اي 5. طبعا يختلف لانه انا عندي ديف اس دي اي 5 هنا. انا ليش فصلته فقط علشان اني ابي ادخل واتعامل مع القرص الصلب. طيب اوكي، طبعا الحين انفصل السواب صار غير متصل، لو جيت سويت الامر طبعا تلاحظ هنا حاط لك سواب بين قوسين، لو جيت سويت ال اس بلوك مره ثانيه راح تلاحظ انه اس دي اي 5 مفصول الان. اوكي كيف اتعامل معه؟ ببساطه شديده اللي عليك تسوي انك تضغط عليه بس من هنا، اوكي، لما تضغط عليه من هنا راح تلاحظ انه في خيار هنا مفعل، الخيار هذا امنه اكتيفيت تشغيل، طبعا كسواب راح يقول لك اكتيفيت سواب، فممكن تشغل سواب من هنا. طبعا السواب اللي هو مساحه الابداع يعني عن الرام، اذا انت الرام ممكن تفرق هنا، لكن كيف تتعامل معه كيف تجزئه؟ ممكن تحذف الجزء من هنا، ممكن من هنا تدخل على الخيارات. طيب خلينا نطلع الخيارات اول ثم نشوف طريقه حذف الجزء. نضغط على الخيارات من هنا تجيك فورمات، طبعا عارفين فورمات اعاده تنسيق، ايديت بارتيشن، من هنا ممكن تعدل بعض الاشياء زي نوع النظام ملفات والى اخره، طبعا زي الفورمات تقريبا، ولكن في بوتسبل تحط لي علامه بوتسبل بحيث انه لو في نظام تشغيل ممكن يشتغل من هنا، تمام. اوكي طبعا ممكن تسوي حركه ثانيه غير بوتبل. طيب ايديت ماونت اوبشنز، لو ضغطت هنا راح يجيب لك اللي هو المحتوى ملف اسمه اف استاب بالنظام، ما يهمك تعرف ايش هو الاف استاب، ولكن راح يجيب لك المحتوى الخاص بالاف استاب. الجدير بالذكر ان هذه المنطقه حقت الماونت اوبشنز عباره عن التشغيل الافتراضي للقرص، ماشي. طيب ايش اقصد بهذا الكلام؟ اقصد انه هل هذا القرص يشتغل مع بدء تشغيل النظام ولا لا؟ طبعا هذا القرص يشتغل مع تشغيل النظام كسواب، اوكي، انت ممكن من هنا تعدل عليه بحيث انه تخليه يشتغل او ما يشتغل، ماشي ماشي. طبعا لاحظ انه ماونت اد ستارت اب هذه ممكن تشيله وخلاص القرص يصير ما يشتغل مع بدء التشغيل، يصير لازم انك انت تفتحه بيدك، اوكي. اوكي راح نجي هنا الحين ندخل على، طبعا لاحظ انه في انكريبت ما فيه لان اسمه مسوي انكريبت. طيب هنا كرييت ديسك ايمج، طبعا مجرد ياخذ صور القرص، ريستور ديسك ايمج لو عندك ايمج او صور القرص رجعه، بنش مارك اللي هو مجرد يعمل لك اختبار للذي. طيب انا ايش راح اسوي الحين؟ طبعا بنش مارك من هنا ما تحتاج انك تسوي بنش مارك بالمناسبه لان راح يتاخر عليك، راح احذف القرص هذا واضيف قرص جديد عشان بس نعرف الطريقه. طيب ديليت بارتيشن راح يقول لك ترى بنحذف، اوكي، لاحظ انه اسالك عن كلمه المرور، ماشي، راح تحط له كلمه مرور. اوكي تم حذف القرص الصلب هذا وقال لك انه فري سبيس، فري سبيس يعني مكان فاضي، اوكي. اوكي طبعا هذا الاكستندد بارتيشن الفائده منه هو مجرد قرص التمدد بحيث انك ممكن تحط اكثر من قرص لوجيكال مثلا داخل هذا القرص، طبعا هذا لوجيكال اعتقد، طبعا الحين مو بلوجيكال، ولكن ممكن تحذف الاكستندد بالمناسبه ديليت بحيث انه يظهر عندك ذي. طبعا الاكستندد عباره عن اسم او مسمى ولكن ما عليه تخزين داتا، تقريبا اللي انا افهمه حسب معلوماتي انه الاكستندد بارتيشن عباره عن
بارتيشن، ولكن الغاية منه هو انه يكون يخزن اسماء البارتيشنات الداخلية اللي تحته. تمام، هذا اللي نفهمه، ترى انا يعني هاوي فمبتقني بالحيل. طيب الان خلينا نضغط على اضافة، راح يجيك هنا يقول لك ايش حاب تسوي، كم مساحة القرص، انا حاب اضيف قرص 100 1024 اللي 1 جيجا. تمام، طبعا بالميجا بايت ممكن تختار هنا اللي تهب، ممكن تختار جيجا بايت، راح تلاحظ انه اعطاك 1.02. طبعا بالميجا ابي فري سبيس فولوينج، اوكي اللي هو المساحه اللي جاي بعده، او اوكي هذا هو يعني كم تبي المساحه اللي باقي بعده، هذا اصلا هذا اللي باقي، فبيجي بعده المساحه هذه فاضيه بنشوف بعد شوي. ريز طبعا هنا يقول لك تمسح ولا ما تمسح، طبعا بالنسبه لي دونت اوفررايد اكزيستنج داتا، اوكي هذا افضل بالنسبه للمسح السريع. تمام، هذه مسح بطيء، طبعا راح يمسح من 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 تقريبا من الصفر، اوكي لكن هذا مسح سريع للداتا بس. كومباتبل وذ لينكس، هذا اختار نظام الملفات الخاص ب القرص الجديد. طبعا لو كان هذا القرص مشترك ما بين ويندوز وما بين لينكس او ما بين اي نظام تشغيل ثاني، ممكن من هنا تختار نظام ملفات مختلف، اوكي فممكن تكتب هنا نظام ملفات زي مثلا فات 32 مثلا، اوكي طبعا انا راح اختار اللي هو تلاحظ انه في انفس بعد، هذا برضو يشتغل على الويندوز، ولكن احنا ممكن نجي نحط XT4، اوكي اوكي هنا ممكن تسميه بالاسم اللي تبيه، طبعا اسم القرص ايش حاب تسميه، راح اسمي مثلا ماي ديتا مثلا، اوكي اوكي راح اسوي كرييت الحين، اوكي تم خلص. الان هذا القرص تم دمجه او تم اصلاح قرص جديد، ممكن اني اجي واسوي قسم جديد ثاني. طبعا زي ما انتم عارفين القرص اذا كان موصل لا تحاول تعدل عليه لانه موصل مشغول، ولكن هذا نفترض عندك مساحه حاب تعدل عليه بالقرص او عندك مساحه فاضيه، ممكن نضيف واحد جديد من هنا. خلينا نفترض هالمره نحط نظام ملفات NTFS ونخليه كويك، ونسمي هذا مثلا NTFS. طبعا لو حاب تعدل على الشغلات هذه ممكن تعدل عليه للمساحه والى اخره، طبعا انا بيكون بالشكل هذا. الان طبعا لاحظ انه في هنا ترى بالمناسبه في شريط ممكن تعدل بالمساحه على راحتك، يعني اذا انت رجل ما تبي ذا ممكن بسرعه تعدل من هنا. اوكي اوكي الان ممكن اسوي كرييت، الان صار عندي 3 بارتيشنز، اوكي هذا للنظام وهذا ديتا وهذا برضو ما ادري شو حاطه انا بس اسمه نفس. طيب اللي راح افهمه هنا والمفهوم المهم جدا بالنسبه لي، كثير من الناس يسال طيب انا ابي القرص هذا لما اشغل الكمبيوتر يصير موصل بشكل تلقائي، ما ابي اروح انا افتحه بعدين يقول لي باسورد احيانا. طيب كيف تسوي الشغله دي؟ تعال هنا اضغط على ايديت ماونت اوبشنز، طبعا ممكن تشيل هذه، اوكي ممكن تعدل على راحتك، طبعا اوتوماتيك ماونت اوبشنز هذه هي التلقائي، ولكن شيله حط الخيارات اللي تبي. من ضمن الخيارات اللي تحط هي ماونت ات ستارت اب، طبعا لاحظ انه في شغله تصير هنا، اوكي ركز معي هنا، هذه الشغله موجوده على مجلد الاف اس تاب او ملف الاف اس تاب، عشان اصير واضح معكم هذا هو الاف اس تاب. تمام، اللي انت قاعد تسويه بالمنطقه هذه قاعد ياثر بالمنطقه دي، اوكي راح نشوف الحين. طبعا هذا السواب، اوكي الحين احنا حفظنا راح نشوف انه تغير، ولكن ريكوير اديشن اوثرايزيشن، طبعا هذه لو انك احتجت انه يكون في يعني توثيق، ولكن الهم ان انا يكون عليه علامه صح هنا، ممكن اشيل هذه علشان ما يكون ديسبلاي نيم مهما. نقطه التوصيل هو بحطها فايل سيستم تايب ماونت بوينت، حلو هذه نقطه التوصيل، وين حاب يكون مشغل القرص. طبعا انا ممكن اروح لم منيو ادخل على مجلد المنزل واضيف قرص جديد هنا اسميه مثلا ديتا طق. تمام، طبعا هذا انا موصله بالانتيفيس ولكن ما يهم، ثم اجي هنا واقول انا حاب اوصله على هوم عبد المجيب ديتا. طبعا منين جبت المسار هذا؟ ببساطه شديده مجلد المنزل تفتح ديتا، تمام تنسخ هذا المكان، اوكي طبعا ممكن تضغط على المنطقه دي وتنسخ المكان على راحتك. طيب ماشي، الان ايش راح اسوي؟ لو عدت تشغيل النظام القرص راح يشتغل معي بالمنطقه هذه تلقائيا. اوكي طبعا ايدنتيفاي از، طبعا ايوه هذا بالنسبه للتعريف، يفضل انك تستخدم التعريف هذا يفضل، تمام ممكن تستخدم هذا، ولكن ليش اقول استخدم هذا؟ لانه مهما كان مهما كان ما بيتكرر الاسم على نفس الكمبيوتر. اوكي شو ان يوزر انترفيس، طبعا اوكي خلينا نسوي اوكي. طبعا راح يسالك عن الباسورد، ليش راح يكتب على الاف اس تاب؟ راح اسوي لنا مقارنه بسيطه الحين، لاحظ الاف اس تاب كيف كان شكله، كان عباره عن مدخلين، خلينا نكبر الخط، كان عبارة عن مدخلين، المدخل هذا والمدخل هذا، أعتقد راح يكون 3، ونعم كان صار 3، أضاف المدخل الأخير اللي هو خاص بالـ NTFS. تمام، هذه طريقة التعامل مع اللي هو الهارد ديسك. بالنسبة للفلاش وش بتسوي بالفلاش؟ يا تمسح يا بتشتغل يا بالوشو، نفس الطريقة تماما، اللي عليك تسوي مجرد انك تضغط على اي بارتيشن بالزر اليمين او عفوا على الترس هذا، تسوي فورمات، لو حاب تسوي فورمات تختار نوع نظام ملفات، طبعا حط كويك دايم، اختر نظام ملفات فات او NTFS او XT4 او اللي تبي، تمام ثم اضغط على فورمات وراح يمسح نفس طريقة اللي هو
تكلمت عنه قبل شوي. من هنا انت ممكن تسوي اخراج للقرص لو كان موصل، ومن هنا ممكن تسوي باور اوف ذا درايف يعني تطفيه تماما. طبعا هذه الهاردسكات. هذا وش فينا؟ طبعا هنا نفس خيارات هذا بالضبط تقريبا. اوكي خلينا نعيد التشغيل بس عشان مجرد تجربه لل NTFS. خروج اعاده تشغيل. طبعا النظام الوهمي انا يا ولد يا متخفي. نوقف شوي. اوكي عدنا، خلينا نحط الباسورد. يفترض ان القرص موصل على مجلد اسمه داتا. لو كتبت او حطيت اي شيء مجلد الداتا راح ينحفظ على القرص الصلب، ترى ما بينحفظ بالمجلد هذا، لا راح ينحفظ على القسم الخاص بالقرص الصلب اللي سميناه احنا قبل شوي NTFS. اوكي طبعا لاحظوا انه موجود هنا ولكن ما يهمنا. خلينا نضغط على منزل. طبعا ظاهر هنا ليش؟ لانه موصل، اي شيء موصل يظهر لك هنا. يلا يا حبيب. طيب راح نجي للديتا، لاحظ عليه قرص. نجي هنا الحين خلاص، هنا اي شيء اسويه راح يكون محفوظ بالقرص. فلو جيت سويت انشئ مجلد جديد وانحفظه، احفظه بالقرص اللي هو هذا NTFS. طيب لو قفلنا ال NTFS هذا، طبعا راح يطلب منك الباسورد اكيد، تمام. ضغطت على NTFS مره ثانيه راح يجيك اللي هو المجلد هذا موصل. ولاحظ انه تلقائيا دائما راح يوصل لك اياه بالمنطقه هذه. ممتاز جدا طريقه توصيله بالمكان هذا علشان انك تحفظه وتريح راسك من موضوع بدء التشغيل. ان شاء الله استفدتم من هذا الدرس. اي اسئله، اي استفسارات، اي مشاكل تواجهها تخص اللي هو القراص الصلبه، اتمنى تدخل على منتدى الدعم الفني اللي موجود تحت، لاني ما اقدر ارد على اليوتيوب دائما. في امان الله. اصبر، في امان الله.